مساكم الله بالخير جميعا. بصراحة أنا مستغرب من شغلة مهمة ما أعرف إيش هالضمير اللي عندها. قبل شوية لما نزلت لكم السناب الخاص بالبنت اللي صادت تحرش لما راحت حق أمها، أمها قالت لا تبين حق أبوك لأن ما عندنا غير هذا الدريفر، صح؟ طبعا بعد ما نشرت هذا الموضوع باستئذان صاحبة الشأن الكل استغرب واستنكر وليش وكذا مو من حقها وكلام هذا كله، جزاكم الله. لأن تفاجأت أن في بعض الأخوات والبنات صادتهم نفس هذه المشكلة، ولما تكلموا مع الأم قالت لهم لا تقول حق أبوكم أنا بتصرف. طبعا لما تقول أنا بتصرف لتوقع أنه بيصير زلزال، ولكن كل اللي سويته نسكتت وقالت لأن ما عندها هذا السائق. رسالة وجهها لي ولكم وللجميع، انتبهوا أن بناتكم يروحون بروحهم مهما كانت الظروف، لأن ممكن يتعرضون للتحرش من أقرب واحد هو السائق، وخاصة الأطفال الصغار البنات الصغار اللي ما تعرفش السالفة يصير فيها تحرش وإحنا ما ندري وساكتين مطمئنين أن هذا سايق البيت. سمعنا قصص وسمعنا سوالف ومراكز الشرطة فيها من بعض هذه الحالات اللي تقدمت بلاغات، فأرجوكم انتبهوا أرجوكم. سايق يضمن ثقة الكفيل فيتحرش في بناته، تخيلوا. لذلك أقول لكم أقول لنفسي قبلكم بعد نحرص ولا نخون، ولكن ما نعطي الثقة الزايدة للخدم والسائقين ونأمنهم العيال. الله يسر على الجميع. أنا بالفعل السوالف اللي وصلتني على السنابات شيء لا يصدق. انتبهوا على بناتكم، ولما أقول انتبهوا أنا أقصد فيما يخص في موضوع أن خروجها بروحها مع السائق لأي سبب كان لازم حد يكون معاه.